السلام عليكم، أنا اسمي برهان، أنا أدرس اللغة العربية في مركز النيل. أنا أدرس هذا الكتاب وهذا جيد جدا. السلام عليكم، أنا اسمي جميل، أنا أدرس اللغة العربية في مركز النيل. الآن أنا في معرض الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب من أوزبكستان، اسمي غياث الدين، أنا أدرس في مركز النيل اللغة العربية. أنا أزور اليوم معرض الكتب في مصر، تشرفت بهذه الزيارة